اخر محطه اليوم بعالم الصباح مشاهدينا، قبل ما نودعكم رح بتكون مخصصه لشيف حسين مع ورشه ملح. خليني اجي اقرب لعندك. تفضل. شو رايك بهالريحه؟ خبري المشاهدين على هالريحه. روعه. طيب روعه. شو بدي خبرك يعني؟ مثل ما شفتي وهلا خبرتك قبل الهوا شو حاطين نحن هون، وكنتي عم تساليني خلصت قلي اليوم. طبعا عم تسألنا قلينا ايه خلصنا قلينا البطاطا عنا شاوي صح، البطاطا قليناها بس ولكن بعد رح نضيف شغلات للبطاطا دغري انا وياكي رح ننتقل لاخر طبق لحلقتنا لليوم، هي البطاطا المقلية مع البصل المقلي. انا شفتك كنت عم تقلي بس بعدين اختفوا البطاطا. البطاطا قليناهم وحطيناهم على جنب. رح اجيب هلا هون انا طواية، حط طواية على النار، رح حط فيها زبدة ورح حط فيها كمان من زيت الزيتون، لكن هيدا الطبق كتير طيب. ذكر كل المشاهدين عندي زبدة، يوم الزبدة العالمي اليوم. اوكي ما تسمعك ما تشوفك كارلا اليوم. ما بيأثر ما بيأثر خلص ايه تعودت. وعنا كمان زيت زيتون. رح نحضر بهالوقت البصلة، رح نجيب بصل كمان، ضيف البصل للزبدة وللزيتات تنقلي البصل. عنا مثل ما قلت البطاطا جاهزة، قليناها بأول فقرة من فقرات رشة ملح. حضرنا البصل، حضرنا سوري البطاطا، قليناهم وجاهزين عنا لحتى نضيفهم فوق الزبدة. طبعا رح نفرم البصل جوانح، بعد ما نفرم البصل جوانح رح نضيفهم فوق الزبدة. اوكي رح جيب البصلات. تفضل حط البصل. حط البصل. اوكي طيب بهالوقت شو رح نعمل؟ نخلص الشوي. خلينا نشوف الشوي شو صار فيه. هيدا الشوي صار جاهز عنا بعتقد. خلص ايه صح، صاروا جاهزين. رح نجي نجيب مطرح ما بدنا نسكبهم، منزينهم بالخس اللولو. طفيت. اوكي لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا عم نزين. عم نزين. اوكي طيب رح جيب الملقط. طفيت ال ما طفينا. يلا طفينا. طفينا. رح اجي اخذ الطوق طوق العالم الصباح بهالشكل. شو رايك؟ ممضيين عالم صباح. شو هي هاي التتبيله؟ رح ارجع اخبر المشاهدين عنها. خبرنا. بعد ما نسكبهم. اوكي. شو بهالطبليه؟ طبليه ما بها شيء تعقد. شايفه ما احليها؟ روعه. عم تسألني ماي على الطبلية. طيب. يا. اوكي. والبقايا تاني. البقايا رح نجي نحطهم حد رفقاتهم بهالشكل. اوكي. عظيم. بعد عنا وصفة كام؟ واحد اثنين ثلاثة. اوكي حاضر. يلا هيدا الطبق صار جاهز. خلصنا يعني. مثل ما خبرتك خبرت المشاهدين بنقدم هيدا الطبق نحن مع كريم الثوم. كريم الثوم رح ارجع اخبر المشاهدين عنه لان في كثير ستات بيوتي بيسالونا ما زبط معنا فرط مش عم بيزبط. صح. فرح نرجع نخبرهم بالطريقتين. اوكي هيدا اول طبق وهيدا ثاني طبق. عندنا البطاطا ايضا على النار، البصل رح اجي اضيف للبصل عندي البطاطا. حلو. اوكي بنقلبهم. قلب. هيك علمتك شيف؟ لا. يطلعوا برا. ما طلعوا برا. واحدة بسيطة.
لا اذا واحد ما جوى الدنيا ما بنكون عم نطبخ. لا نحن ما بنجوي. ما في شيء. صار. عظيم. اوكي. هلا بما انه عندي كزبره فيني اجي احط لها كمان كزبره خضراء. بس هي طيبة. بس هون صح. بس هون شو رح احط؟ هاي المقادير عم نشوفها على الشاشة. رح احط بعد توم بودرة، رح احط اعشاب مجففة، ورح احط كمان من الكزبرة الخضراء. اوكي. هيدا الطبق هيك بيكون صار جاهز عنا. يعني صار في عنا ثلاث وصفات. بس أنا وياكي غادة بدنا نرجع وصفة وصفة ونشوف المقادير كمان لوحدة وحدة على الشاشة. تفضل. طيب. بسكويت. نجي للبسكوي أو تارت البسكوي. تارت البسكوي خلينا نشوف هون حسين، خلينا نشوف نحن كيف حطينا صلصة الزبدة. صلصة الزبدة اللي حضرناها من شوي قبل آخر فقرة من فقرات رشة ملح. أول شيء خلينا نحكي على العجينة. هاي العجينة مشاهدينا ما دخلها لا طحين. فينا نطفي بس أنا خايفة على البطاطا. لا ليش؟ لا بعد بدهم شوي. طيب يلا. لا أقول لك شغلة، هون نحن ما حاطين لا طحين ولا حاطين سمين. ليك شو عملنا؟ حطينا خلاط كهربائي. اوكي. حطينا بالخلاط الكهربائي بيض، حطينا سكر، حطينا خل، وحطينا فانيل. خفقناهم مع بعض لحتى صار عندي الخليط لونه ابيض. بعد ما صار عندي الخليط لونه ابيض جبت بسكويه، طحنت البسكويه، حيلا نوع بسكويه اللي بدكم اياه ما عندنا اي مشكله. طحنت البسكويه لحتى صار ناعم، ضفت له بيكنج باودر ورجعنا ضفناهم فوق الخليط. بس الخليط قبل ما اضيف البسكويت قال له شو ضفت؟ ضفت حليب وضفت زيت نباتي. اوكي. اوكي؟ يعني اخر شيء بس صار عندي الخليط لونه ابيض، بضيف له حليب وزيت نباتي، برجع بجيب البسكويت مع البيكنج باودر بنضيفهم للخليط. اوكي، انا فكرت بقى تطلع اقسى من هيك. لا طريه كيف طريه متعقد. هات لنشوف فرجيها للمشاهدين. بدنا نجيب صحن على السريع. اوكي خلينا نشوف قلبها. اوكي لكن هيدا هو قلبها للبسكوي، ومثل ما عم نشوف هيدي الزبده حطينا نحن الزبده على الوجه. هاي الزبده صلصه، هي عباره عن زبده وحليب. اوكي طبقناهم بعد ما حصلنا جبنا قالب تارت، دهناه بالزبده رشه طحين، سكبنا فيه البسكوي وفوتناهم على الفرن على حراره 180 تقريبا حوالي 25 ل 30 دقيقة لحتى استوى عندي هيدا الخليط. بعد ما استوى عندي شلناه مثل ما عم تشوفوا، حطينا صلصة الشوكولا وأيضا حطينا صلصة الزبدة اللي هي زبدة وحليب. اوكي خلينا نجي نشوف هون وصفتنا شو صار فيها. اوكي رح اجي جيب الكزبرة مثل ما خبرتك، رح احط كزبرة معون. اوكي فوقهم، ورح احط ايضا من توم البودره واعشاب، ورح نحط كمان من الاعشاب لكن توم بودره وايضا في عندي من الاعشاب. طيب بنقلبهم. تضل لك بودره خضره خلص. ايه وهيدا الخليط دغري صبيناه. واو اوكي عظيم. خلينا بدك ترجع تخبرنا بعد في عنا الطوق. اوكي طيب اوكي هيدا الطوق. هاي الطوق. اما بالنسبه مشاهدينا للطوق، هو عالم الصباح او التنبيه الخاصه بعالم الصباح. حضرنا دجاج مسحب قطعناه مربعات، ضفنا له هيل مطحون، حطينا كمان الاعشاب الجافه، حطينا ايضا عسل. بس المقادير اللي حتشوفوها هلا على الشاشه اكيد ما فيها عسل، بس لان كان في عندي عسل دخلت بالتتبيل الثاني عسل، فحبيت ارجع ادخل له عسل. حطينا قرفه، حطينا كمون، حطينا زيت زيتون، حطينا من عصير الحامض رب البندوره، وايضا حطينا من اللبن. وين النكهه هون؟ نحن حاطين هيل، الهيل بيعطي نكهه كثير طيبه بهذا الطبق. هيدا هو الطوق على عالم الصباح او على طريقه عالم الصباح. اما بالنسبه للدجاج بالكزبره والثوم، كمان حطينا زيت زيتون، حطينا عصير حامض، حطينا
ايضا من ثوم البودره حطينا عسل وحطينا كزبره خضراء كمان تبلناهم وشكيناهم وشويناهم وصرعنا بهالشكل. انا هيك بدي اذكر غاده كل المشاهدين انه فيكم تحطون او تشوهون على الفحم ما عندنا اي أكيد. مشكله بس الاهم من هيدا كله انه نحن لازم نتبلهم قبل بيوم او قبل بيومين ننقعهم ناخذ نكهه اطيب من تبلهم دغري قبل بساعه او طبعا. قبل بساعتين لهالسبب انا بنصح كل المشاهدين حيالله نوع من انواع الدجاج او اللحمه او السمك تبلوهم قبل بيوم وترجعوا تستعملوهم او تطفون. حتى فيني انا تبلهم وحطهم بالثلاجه قبل ما بدي استعملهم بالنهار بشيلهم من الثلاجه على البراد ومن البراد دغري على الطبخ. اوكي وعملنا البطاطا مع اما بالنسبه للبطاطا بصل. البطاطا والبصل البطاطا قليناها نص قليه ريحناها ورجعنا قليناها تقليه كامله حطينا طوي على النار زيت زيتون مع الزبده. هون خليني اقول لك شغله ما نستهون نحن زيت الزيتون والزبده انه كيف رح يركبوا مع بعض طيب. بس الزبده بتاثر على طعم زيت الزيتون مش انه شغله سهله لا الزبده وزيت الزيتون بيلعبوا دور كثير كبير بالطعم. قلينا بصل بالزبده وزيت الزيتون ورجعنا جبنا البطاطا المقليه قلبناهم مع بعض حطينا لهم كزبره حطينا لهم كمان مشاهدينا ايضا توم بودره واعشاب وفينا نحط لهم ايضا من عصير الحامض ما عندنا اي مشكله يعني فيك تقولي شوي هيدي الطريقه قريبه على البطاطا الحره. انا بهالوقت هيك كمان غاده بتذكر كل المشاهدين طبعا اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب اللي رح تشوفوه كمان قدامنا على الشاشه ومثل كل نهار اربع عودنا المشاهدين نجاوبهم على الاسئله اللي بيطرحوها علينا. نحن لهون خلص وقتنا طيب انا بدي ودعك بدي ودع كل المشاهدين ان شاء الله وصفتنا لليوم يكونوا نالوا اعجابكم. جمعه مباركه للجميع ونهايه اسبوع ممتعه وبشوفكم انا نهار الاثنين بوصفات جديده ومختلفه. الله راد يعطيك الف عافيه شيف ميرسي لك مثل العاده. اذا الرقم يلي شفتوه هو الرقم يلي فيكم تتواصلوا كمان من خلاله على كل فقراتنا بعالم الصباح مثل العاده بتعرفوا فيكم تبعتوا لنا اي اقتراحات او حتى اي اسئله. بقيت نهار كثير حلو واذا ما تنسوا بكره تلاقونا الساعه 10. شبعك حب وشبعك دلع تعال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال 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 شبعك حب وشبعك دلع تعال يا